التواجد ديالك اليوم موازين شنو جيت جيت لنا به حيت موازين كيعجبني بزاف وكنبغي بزاف وكل عام كنجي ليه ومادا غنعاون ان شاء الله نجي ليه ولان كيجيب فنانين من مختلف وطن المغرب العربي ومن العالم كامل وانا كنبغي موازين بزاف وكنتمنى ان شاء الله ديما يبقاو يديروا والله ينصر سيدنا حيت تحت الرعايه ديالو وشكرا. شفناك مأثر مع محمد رضا شنو هو السبب؟ صراحه محمد رضا خفت نقول لكم بهذا انا صراحه جيت لكارول سماحه صراحه ولكن محمد رضا واحد الفنان اللي كيعجبني حتى هو كذلك وفرحت حيت كانوا بجوج جاوا بجوج كارول موراها صراحه محمد كيعجبك محمد رضا ولا كارول؟ صراحه بجوج ولكن لا دابا جينا للصراحه صراحه كارول سماحه كارول سماحه دابا انت جيتي لي مراقبه كارول سماحه ممكن تعطينا السبب السر ديال اللوك ديالك؟ اللوك ديالي شو غريب واحد شويه ممكن تشرحوا لنا كيفاش بغيت تقصد زعما غريب ما فهمتش ما فشكاله ماشي فهم الناس كاع كاملين كل واحد وحر في راسه وكل واحد حر نفسي اللي بغاتني نكون هكا اللي بغيت راسي نكون هكا عادي سي نورمال ما كتلقاش واحد شويه ديال انتقادات الناس في الشارع ضروري كاين انتقادات ضروري ولكن كل واحد ما تسوقش حتى شي واحد يعني كتعيش حياتك وكانت الحياه طبيعيه سي نورمال اصلا انا كنت عايش في اوروبا ودابا سنتين باش جيت لهنايا سي نورمال. يعني شنو الراي ديال الفرق ما بين العيشه في اوروبا والعيشه في المغرب؟ فرق كبير اوروبا يعني الحريه ويعني وتاخذ راحتك يعني حتى واحد ما تيهضر معك والمغرب اوف كورس يعني بلد يعني ما كيتعاملوا معك الناس في الشارع عادي كيف ما شرحت لك قلت لك زعما عندك واحد لوك غريب مغاربه يقدروا ما يتقبلوش عادي شنو كيجيك زعما شنو بغيت تقصد زعما كيجيك ماشي بغيت نقصد يعني انه عندك واحد لوك اللي هو في شكل كاع كلشي غادي يشوف داك اللوك غادي يقول هذا السيد يعني اما ماشي مغربي ولا مغربي هو اختار داك الستيل يعني مغربي واختاريت هذا اللوك هذا صافي بغيت نسولك المغاربه كيفاش كيتصرفوا معك عادي شيء طبيعي جدا عادي عادي لا والو لا عادي عادي انت عزيز عليك كارول سماحه بغينا نسمعوا شي اغنيه ديالها من عندك Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé.